معي من لندن سيد عادل درويش محرر الشؤون البرلمانية في مجموعة ديلي ميل مساء الخير أهلا بك معنا سيد عادل قبل الحديث عن الآلية آلية عندما نتحدث طبعا نتحدث عن أكبر تغيير سياسي في البلاد وكأنه وصلنا لنقطة الصفر اليوم في منذ الحرب العالمية الثانية تحدث عن هذا التغيير بأنه بالأكبر قبل الحديث عن آلية هذا التنفيذ بمقابلة مع ساندي تايمز قالت تيريزا ماي بأن لن تنتظر الانتخابات الألمانية لتفعيل بند 50 معاهدة لشبونة فيما يتعلق بعملية الخروج الرسمي من الاتحاد لبدء هذه العملية وقالت بأنه ستكون بمايو أيار أو نيسان أبريل ماذا يعني هذا ولماذا هل من تغيير يعني لم يكن متوقعا لا هو منذ ساعتين فقط طبعا تقريركم كتب منذ فتره منذ ساعتين طبعا فقط. هذا حين الـ... هذاك التقرير يعني عدنا اليه عندما قرر البريطانيون الانفصال تفضل منذ ساعتين فقط قالت رئيس الوزراء م. أن تفعيل المادة 50 لابد أن يتم قبل شهر مارس من العام القادم يعني أمامنا حوالي حوالي خمس شهور ونصف الآن لتفعيل هذه المادة أيضا سيبدأ على الفور تقديم مشروع قانون للبرلمان بإلغاء قانون المجتمعات الأوروبية الذي صدر في عام 72 عندما دخلت بريطانيا السوق الاوروبيه المشتركه واكدت رئيسه الوزراء ان الذي من المفترض ان يقدم بكلمه الملكه المقبله صحيح قانون الغاء هذا يعني هذا سيلغى اي لن يوجد استفتاء اخر لن لن يعطى للبرلمان حتى فرصه المناقشه قالت ان الحكومه اخذت تفويضا من الشعب في ذلك آه الملاحظ ان في مؤتمر حزب المحافظين تحدث شخص واحد فقط من المؤيدين البقاء في الاتحاد الاوروبي هو سيد كمال آه عضو برلمان المحافظين آه برلمان الاوروبي وقال انه رغم انه كان مع البقاء الا انه ملتزم الان بالخروج آه الوزراء الثلاثه الذين تحدثوا هم وزراء كانوا من مجموعه الخروج وكان اخرهم وزير الخارجيه آه الذي آه بدا متحكماً على الاتحاد الاوروبي، اي ان هناك في المؤتمر العام للحكومه موجه ليست ايجابيه تجاه الاتحاد الاوروبي، وبالتالي سنفعل نعم. القوانين البريطانيه طيب. هنا للخروج من وبموضوع كمان هناك كان في ضغط يعني من قبل البعض من هؤلاء من حزب المحافظين، ضغط عليها لتوضيح تفاصيل اكثر عن هذه الخطه. وهي اكدت بان تتوخى الحذر للحذر لماذا هناك تشديد على ايضاح تفاصيل اكثر بهذه الخطه مما هناك مما المخاوف ولماذا هي تتوخى الحذر ايضا مما المخاوف من الكشف وزير الخروج من الاتحاد الاوروبي ديفيد ديفيز قال لا يوجد تاجر ماهر او رجل اعمال ماهر أو دبلوماسي ماهر على وشك الدخول في صفقة تجارية ويكشف عن أوراقه مسبقا قبل بدء التفاوض. كما تعلمين أن بريطانيا بنت إمبراطورية على التجارة بدأت منذ أكثر من 400 عام. فمسألة الصفقات التجارية هي مسألة مهرت فيها الدبلوماسية البريطانية حتى أن وزير الخارجية الذي عينته تريزا ماي في الوزارة الجديدة ليس معروفا عنه الدبلوماسية بقدر ما معروفا عنه الحذاقة والنكتة والقدرة على كسب إعجاب الآخرين خاصة العرب والصينيين والهنود وأمريكا اللاتينية البلدان التي تريد بريطانيا أن تفتح التجارة معها فالتركيز يكون على التجارة وهنا يجب الاحتفاظ بالأوراق في الجيب وليس كشفها أمام ما تريد إجراء الصفقة مع. أنا أشكرك جزيلاً من لندن سيد عادل درويش محرر شؤون برلمانية في مجموعة دايلي ميل شكرا